انا معايا دلوقتي طبق الحلو بقى النهارده، اصابع الجلاش بالمكسرات. كل الناس طبعا بتعمل صينيه، لكن اسهل نعمله صوابع كده. لو عندنا اطفال عزومه يبقى ايه اسهل، ياخدوا صباع صباع كده يبقى اسهل لهم في الاكل. معانا لفه جلاش، سمنه، كوبايه ونص مكسرات مفرومه، معلقتين شربات، معلقه ميه ورد. وللشربات بقى هنحتاج كوبايتين سكر، كوبايه وربع ميه، وعصير ليمونه وفانيليا. احنا هنا كده انا معايا المكسرات المفرومه اهي، هبدا كده. طبعا انا هنا عامله نسخه منه طبعا، بس انا هوري حضراتكم الفكره. المكسرات دي لو انا جيت علشان اعملها، بس انا هاخد منها شويه عشان دول كتير. بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد كده هنا على قدي كده. انا هنا المكسرات اهي اللي انا هحشي بيها، لو انا حشيت بيها كده هتبقى متفرفط ويقع مني في الفرن. هنعمل ايه؟ هنحط عليها كده معلقه كبيره عسل، اللي هو العسل اللي احنا عاملينه. طبعا انا عاملاه كوبايتين سكر عليهم كوبايه وربع ميه على النار، يغلوا معاهم نص ليمونه، وفي الاخر بعد 10 دقائق غليان بحط معلقه كبيره عسل جلوكوز، بيديني طعم في منتهى الجمال وتماسك للشربات، ما يخلوش يسكر كمان. وممكن بدل الليمون نحط ملح ليمون، ربع معلقه صغيره ملح ليمون، معاه كمان يمنع التسكير خالص بتاعه. انا هنا حطيت معلقتين الشربات، مفروض شربات تقيل او العسل التقيل، وحطيت معلقه صغيره ميه ورد، بتديني ريحه جميله جدا جوه الحشوه لما بنيجي ناكل. احنا هنا كده ادي الحشوه اهي، هاخد هنا كده سكينه. خلاص انا بقى مش محتاجه الشربات، انا عاملاه. انا معايا لفه الجلاش هنفتحها كده، طبعا لازم تبقى دايما مقفوله علشان ما تنشفش مننا. هاخد كده لفه الجلاش قدامي، هبدا اعمل فيها ايه، هبدا اقطع منها كده شريط كده اهو، شريط كده هاخده كده على جنب، واخد ده اخد من هنا كده من السمنه، خلي دي هنا كده، اخد كده من السمنه ادهن كده. يبقى دي الورقه مفروده قدامي، هبدا اطبقها. هنطبقها بقى بطول الصباع اللي احنا عايزين نعمله، عايزينه كبير عايزينه صغير، اي طول احنا عايزينه، العرض اسفه، العرض اللي احنا عايزينه نتني عليه الورقه الجلاش اللي معانا. نعمل كده وناخد العرض اللي احنا قطعناه اهو، بصوا الفكره هتبقى ايه، عشان اقفل عليه الحشوه، الحشوه ما تطلعش مني في الفرن او تتلسع. ساعات نيجي ناكل جلاش نلاقي الزبيب فيه ناشف او اتلسع او اتحرق مننا، ده بيبقى ليه؟ لانه بيبقى فارغ من جوه، درجه الحراره في الفرن بتخليه ينشف ويتحرق. هنا كده هبدا اقلب دي كده، اقفل دي على دي واعمل دي كده، ونبدا نقفل اهو صباع كده اكني بلف ورقه كرنب بالظبط كده. ممكن نضيف قرفه، ممكن نضيف سكر، معلقه سكر، بس احنا هنا حطينا الشربات مش هينفع سكر خالص، والشربات هنا بيبقى احسن لان احنا ما نحط السكر جوه الحشو. ادي كده عندي صينيه للفرن، هدهنها برده كده بفرشه زيت خفيفه جدا. ما ننساش ان احنا دهنين الجلاش من جوه عشان يورق معانا، دهنين فيه، دهنينه بالسمنه هنا كده. اخد غيرها اعمل واحده كمان اهو، ادي كده هقطع كده جزء اللي هو العرض اللي معايا، العرض ده بس علشان اضمن انه ما يتقطعش مني، ما يتفتحش مني في الفرن، او المكسرات اللي جوه دي الزبيب والحاجات دي تنشف وتتحرق ويبقى طعمها مرر، ما بتبقاش حلوه خالص. كده بدهن السمنه كده وابدا اتني العرض اللي احنا عايزينه. نظبط بس الورقه كده اهو، خد كده، اخد الورقه الثانيه بالعرض، بس اراعي ان احنا برضو نبقى دهنين دي عشان تقفل على بعضها. دهان السمنه ده بين الطبقات دي او بين قفله الجلاش على بعضه، ده بيدينا التوريقه لما بنيجي ناكله، بيبقى مورق معانا، بيبقى في منتهى الجمال اهو كده كده كده.
كده. اهو هقفل كده على بعضه كده كويس جدا. هنقفل اهو ونفرد كده الورقه معانا، وبرده نلف كده كويس جدا. لو الحروف دي طالعه معانا ندخلها كده لجوه ونظبطها كويس جدا اهو كده. ادي احنا كده عملنا اتنين، هيتعمل كله بنفس الطريقه دي ان شاء الله. دول كده بقى نكملهم بعد الهوا باذن الله. يبقى كده هيدخل الفرن على درجه حراره 180 لمده نص ساعه لحد ما ياخد اللون الذهبي الجميل اللي حضراتكم شايفينه قدامكم كده. كده شايفين الجلاش جميل ازاي، وتبقى تحليه خفيفه وغير المعتاد. ميه الورد بقى جوه الحشوه كمان بتدينا طعم في منتهى الجمال.